رئيس الوزراء يشدد على ضرورة توفير المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة لجميع المستشفيات. رئيس الوزراء يؤكد العمل على تنفيذ استراتيجية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا. ومجلس الوزراء يستعرض إنجازات التعليم العالي والبحث العلمي خلال 6 سنوات أبرزها زيادة عدد الجامعات والمعاهد. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة توفير المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة لجميع المستشفيات، وكلف بأن يتم عقد اجتماع يومي بين وزيري التعليم العالي والصحة، وكذلك رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي ورئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة في المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي. كما طالب رئيس الوزراء بأن يكون هناك تنسيق كامل بين الوزارتين بشأن توفير غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي للحالات الحرجة التي تحتاجها، مع التنبيه على فاعلية الخطوط الساخنة التي تقدم الخدمة للمواطنين. كما عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تمضي قدما لتكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة، سعيا لتحسين جودة حياة المواطنين بها وتوفير فرص عمل لائقة لهم بضوء المبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوحيد جهود الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملف مكافحة الفقر وتوفير حياة كريمة للمواطنين. كما استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم حول فعاليات مبادرة الثقافة بين إيديك على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب، وذلك خلال شهر يونيو الجاري، والتي تأتي ضمن مبادرة الوزارة خليك في البيت الثقافة بين إيديك، والتي تتضمن الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية والثقافية التي قدمتها الوزارة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا سلط من خلاله الضوء على إنجازات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو الجاري، حيث لم تتوانى الدولة المصرية على مدار 6 سنوات في دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وزيادة الإنفاق عليه باعتبار أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض والتقدم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدراكا بأهميته في صناعة أجيال وقيادات المستقبل. وجاء في البيان زيادة عدد الجامعات الحكومية لتصل إلى 27 جامعة عام 2019-2020، وكذلك زيادة عدد الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية لتصل إلى 494 كلية ومعهد عام 2019-2020، كما زاد عدد البرامج الجديدة في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية لتصل إلى 188 برنامجا عام 2019-2020، فضلا عن زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية لتصل إلى 35 جامعة عام 2019-2020. أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أنه تم البدء في نشر آخر 3 حلقات من مسلسل الاختيار، الذي يجسد بطولات أبنائنا في القوات المسلحة خلال حربهم على الإرهاب، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه عقب نشر الحلقة رقم 28 المترجمة باللغة الإنجليزية وصلت المشاهدات إلى ما يقرب من 26,000 مشاهدة ومئات المشاركات، ولاقت ترحيبا شديدا من الأسر والجاليات المصرية بالخارج، حيث إن المسلسل وأحداثه من شأنها زيادة روح الولاء والانتماء لدى أبنائهم، كما أن أحداث المسلسل تعد فرصة لتفاعل الأبناء وزيادة انتمائهم لوطنهم الأم، حيث يشاهدونه خلال فترة الحظر في المنزل.